والله إذا ما سمنتكم اثنينكم، إذا ما خليت أجسامكم حلوة. اسمعوا، هذا بوكس الزوارة. إذا إحنا جايين إيه، هذا المفروض إن إحنا نأخذ زيارة. شوف 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 كذا. ولا كذا. لا كذا 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 ها. كذا يا حبيبي. بالفراولة ولا بالبانكيك ولا بالبراوني، اللي أنت تبي اللي تبغى. شوفوا هذا، طبعا هذا بلاك بيري. يعني شو مستحين متماكلين؟ وش هو؟ إيه؟ ترى مش هتصير زوار مرة. ها. تأخذه. ينفع تجي لما أسمع. عندك مسلسل. إيه. شيء تأخذ لك واحد من هذا. والله. إي والله أنا صادق. أقسم بالله أنا صح زوار حلو وكفي واجد، بس أحيانا كنت خصل حالك. أنت وش فيك ساكت؟ هذا والله أنا صادق. هذا صدقا غريب. أنا بالنسبة لي أحبه مرة، لأنه بلاك بيري كذا مغطى بالشوكولات. غريب. جميل جدا. فيها لعد. هذا حبيب الكل اللي ما بيتكلم عنه واجد صدق، لأنه فراولة مع شوكولات. هذا يعرف النفس السير. إيه كل كذا ما يحتاج. عادل الأسطورة هذا حبيبي. أرسل. أحتاج تقييمك. أرسل ها. عليك. عد مجيد. إيش تبغى؟ بوبو. أيوة. شكراً. يلا يا بوبو. بوبو. جرب وعطني رأيك. أنا بجرب إيش؟ عطني سر لك. عاد أنا من محبينه صراحة من قبل ما أجربه. كيف بوبو؟ كيف الأسطورة؟ عادل صدق أسطورة. عادل الأسطورة. والله صدق أسطورة. أسطورة؟ خلينا نجرب. جميل. نفس سرلاك. قاعد أشرب سرلاك صدق. مرة. الله عليك. رش عليه يا حبيبي. بس يكفي بس. آيس كريم بسريلاك. يا الله شوفوا الجمال. طبعا اللي يحب الآيس كريم بسريلاك هنا شيء ثاني. من يبي معي؟ صديق عبد الرحمن وتسوي الإعلان. أيوة. أقول يا رب إن شاء الله الحين بس أطلع وأروح أطلب لي من الفراولة. صح؟ أي والله. شوفوا هذا ولا هذا. طب شمون هذا ولا ذا؟ انا الفراوله دائما اخذها منهم. أيوة. مميزه بشكل مو طبيعي. حتى مو موسم الفراوله حقتهم مميزه. اي والله نامين. هذا ادمان يمه. ادمان اي شيء من عصير تايم. اي عباره عن ادمان ما شاء الله. بس عسى حولنا وقريب. ها ما شاء الله. لذيذ مره ما شاء الله تبارك الله. هذا مال الفرع اللي هنا اللي جنبنا. أيه. شارع الأمير محمد بن سعد قريب والله مو بعيد. زين. ما وجميل. يبي عنوة على ما يبي العنوة. أيه. وعصير مش... تايم. أيه. والله لو تعني له ما عندك مشكلة. أيه. خلاص. ليش؟ لأني يعطيك شيء زين. لا ما شاء الله أنا كلت والله يا عقبنا كلت ثنتين